قالت سيفان حسن الفائزة بماراثون لندن إن فوزها كان يمثل تحديا كبيرا، خاصة إنه جاء بعد شهر رمضان، مشيرة إلى أنها لم تستطع شرب المياه خلال معظم مسافة السباق لأنها لم تتدرب على التنفس مع شرب المياه بسبب الصيام. أما العداء الكيني كلفن كيبتون والذي حقق رقما قياسيا لسباق لندن، قال إنه يتطلع لسباق العام المقبل، حيث قطع المسافة في ساعة ودقيقة وخمس وعشرين ثانية. المزيد مع زميلي محمد طه. الماراثون الماراثون الماراثون، أتدرون ماذا يعني الماراثون؟ البعض يطلقون كلمة ماراثون على أي سباق، لكن في الحقيقة مسافة الماراثون 42 كيلومتراً و195 متراً. تاريخ الماراثون يعود إلى 2500 عام، حينما جرى جندي يوناني نفس المسافة ليخبر اليونانيين بانتصارهم على الفرس في معركة ماراثون، ومن هنا جاءت التسمية. ماراثون لندن هو أحد سباقات الماراثون الكبرى في العالم، ومن بينها أيضا باريس وبرلين وبوسطن ونيويورك وطوكيو. السباق يبدأ من هنا من غرينتش في شرق العاصمة البريطانية لندن، وينتهي عند قصر باكنغهام في قلب العاصمة. بجوار المسابقة الرسمية التي يشارك فيها أبطال العالم، يشارك أكثر من 60,000 مشارك من نحو 200 دولة. أكثر المشاركين من خارج المملكة المتحدة جاءوا من الولايات المتحدة ومن إيطاليا ومن فرنسا. أكثر المشاركين العرب من مصر ب15 مشاركا، ثم من الجزائر والبحرين ب8، ثم من تونس ب6، ثم من الأراضي الفلسطينية ب5. كل الدول العربية ممثلة عدا سلطنة عمان والسودان. بالأمس أقيم سباق ميني ماراثون للمشاركين من صغار السن. هذه المشاركة السادسة لي في ماراثون لندن. قبل السباق حصل على صور افتراضية مع أبرز شخصيات الماراثون مثل مو فرح وبولا راتكليف، الذين ربما يكونوا في هذه الخيمة التي لم يسمح لنا بدخولها. طبعا زميلي محمد طه ليس فقط صور التقرير في الماراثون، لكن أيضا شارك بالماراثون وأخبرني سرا بأنه أتم الماراثون بأكثر قليلا من 5 ساعات. ابقوا معنا نتابع هذه الساعة بعد قليل. أصواتهن حاضرة. شكرا. أيتها الروح الفرفوشة النعلوشة احضري فورا في الحياة. واثقة. فخورة جدا بنفسي. واثقة وشايفة إن أنا جميلة. أصوات جريئة. تعرفت لبنت جسدي لفترة طويلة جدا من عائلتي. لا تعوقها حواجز. أحكي عن المجتمع اللي معين اللي أنا جزء منه. متنوعة. هلا. قضايا العالم بصوت المرأة في دنيانا على بي بي سي نيوز عرب.